بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي علمي رياضيات لغة، أهلا بكم النهاردة مع سيشن جديد في الداينامكس، واللي هنتكلم فيه على نيوتن سكند لو، الجزء الباقي اللي بيتكلم على حاجتين: الفيرتيكال موشن أولا، وبعدين هنتكلم على الفيكتوريال موشن. يبقى تاني بنتكلم عن السكند لو أوف نيوتن، اتكلمنا عن السكند لو في جزء قبل كده، قلنا ان الاف ايكوال ام اي لما يكون الماس كونستانت، وقلنا ان الفورس اساسا حسب قانون نيوتن ما قال هي بروبورشنال مع التشينج اوف مومنتم، وبالتالي قلنا الفورس بتساوي التشينج اوف مومنتم، يعني دي على دي تي لمين؟ للام بي. وقلنا في حالتين، لما يكون الام كونستانت يبقى اف ايكوال ام اي، ولما يكون الام فاريبل يعني فانكشن في التايم فبنعمل دريفتيف للاتش على طول. النهارده بنتكلم بقى على الفيرتيكال موشن. الفيرتيكال موشن يعني هنتكلم على فولينج ا بودي فيرتيكلي داون ووردز انسايد ساندي سويل، يعني جسم نازل فيرتيكلي داون وهينزل هيعمل بنتريدد في ساندي سويل، يعني هغير الايه الوسط اللي كان نازل فيه. فبنقول في الشكل اللي قدامي اللي هو فيجر 1 ذا موشن فيرتيكلي داون ووردز، يبقى اتجاه الاكسلريشن داون ووردز، واحنا قلنا طالما في اكسلريشن يبقى في فورس اكبر من فورس، يبقى الام جي اكبر من الار، ار اللي هي ريزيستنت، يبقى الام جي اكبر من الار، يبقى الايكويشن هتبقى ام جي ماينس الار ايكوال الام اي. ده كده نيوتن سكند لو، ام جي ماينس الار ايكوال ام اي. واحنا قلنا لما اقول ام جي ماينس ار ده ريزلتنت فورس، هي الفورس اللي هي متسببه في احداث الاكسلريشن، اللي هي بنقول ريزلتنت فورس في السايد ليفت هاند سايد ايكوال ايه الام اي. طيب فور اكزامبل لما يجي يقول لي a body of mass 150 كيلوغرام fell down from a point 140 سنتيمتر above a sandy soil، خلي بالك احنا متفقين ان لما يكون عندي في body fell down يبقى ال v نوت ب 0، يبقى اذا ال body ده نازل من velocity equal 0 from a point على height 140 سنتيمتر above sandy soil. It embedded in it a distant s سنتيمتر، يعني البادي ده غاص في قلب الساندي سويل دي مسافة s سنتيمتر if the resistant force of the sandy equal 2250 كيلوغرام ويت then s equal كام؟ طيب مديني الاختيارات، هل هتبقى 5 بالسنتيمتر طبعا ولا 100 ولا 10 ولا 20؟ هنشوف الوضع عامل ازاي. ادي البادي زي ما اتفقنا بدا من في نوت بزيرو وفيل داون، الهايت ده 140 سنتيمتر الى ان يصل الى السيرفس اوف ذا ساند، هيغوص في الساند ديستنت اس، وطالما قال لي امبيدد يبقى في فاينل بكام؟ بزيرو. يبقى انا مطلوب هنا ان انا ابدا الاول اشوف الفيلوستي على اول ما نزل عند الايه عند الساند سويل، يبقى هقول له من ساعة ما هو فيل داون في الهايت اللي نزل منه اللي هو 140 سنتيمتر او 1.4 متر، يبقى في سكوير ايكوال في نوت سكوير بلس 2 جي اس، طبعا ده نازل بالجرافيتي، يبقى في سكوير انا جبت هجيب الفي اليمين عند السيرفس اوف ذا ساندي سويل، الفي نود اتفقنا بزيرو زي ما كتبنا فوق، يبقى في سكوير ايكوال 2 ملتبلاي 9.8 اللي هي الجي في 1.4. بنأكد تاني ان دايما الجرافيتي 2.9.8 او 980 لو كانت بالسنتيمتر بير سكند سكوير. ادي الفي سكوير، معنى ذلك عند ما يجي عند الساندي سويل يبقى الفي نود هو اللي لسه نازل بها دي اللي هي في سكوير اللي احنا حسبناها دي، وبعدين الفي فاينل بزيرو، وهو قال لي ريزيستنت بتاع الساندي سويل. طيب يبقى انا عندي في نود سكوير الساندي سويل هو 2 ملتبلاي 9.8 ملتبلاي 1.4 اللي هي طلعت 27.44،
البي فاينل تحت الرملة بزيرو. طيب مين اللي نازل هنا؟ ام جي وبعدين في ريزيستنت، يبقى الام جي ماينس الار ايكوالز الام اي. ده نيوتن سكند، يبقى ام جي ماينس ار ايكوال ام اي. ام جي طبعا هنعوض، الماس 150 في الجي 9.8 ماينس الار، هو الار مديها لي بالكيلو جرام ويت. احنا اتفقنا قبل كده ان الايكويشن دي لابد انها تكون ابسوليوت يونت، يعني لازم تبقى بايه؟ بالنيوتن او الداي. يبقى 150 ملتبلاي 9.8 ماينس 2050 برضه ملتبلاي 9.8 ايكوال ام اي اللي هو 150. كده حسبنا الاي نيجاتيف 137.2 متر بير سكند سكوير. خلي بالك انا عندي هنا بقى، عندي الاي وعندي الفي فاينل وعندي الفي نود، اقدر احسب الاس. يبقى نقول له ان في سكوير ايكوال في نود سكوير بلس 2 اي اس. طيب ليه اي اس؟ لان احنا تحت الساندي سويل، خلاص مفيش، ماشي باكسلريشن عاديه. يبقى اذا هنا الفي فاينل بزيرو ايكوال في نود سكوير 27.44 ماينس 2 ملتبلاي الاكسلريشن اللي هي 137.2 في الاس. كده حسبنا الاس هتبقى 0.1 متر، لان الايكويشن دي احنا شغالين بالمتر بالسكند. طيب 0.1 متر يعني هتبقى 2 سنتيمتر، يعني الانسر هتبقى لتر سي. كده حسبنا الاس اللي الجسم ايه مشيها تحت الايه الارض في الساند سول. طب ذا موشن اوف اتشوبر او بالون او اير كرافت فيرتيكال داون فيرتيكال ابورز. دلوقتي انا عندي برضو دي فيرتيكال موشن، بس هنا في تشوبر. ليه في؟ يعني ايه الجديد هنا؟ ان هنا في فورس، لان في تشوبر او في بالون او اير كرافت طبعا لازم يبقى فيه فورس. يبقى الفيجر ده ادي الاف، الحركه فيرتيكلي اب يعني اتجاه الاكسلريشن فيرتيكال اب، وفي الاتجاه المعاكس بيبقى الام جي مع الار. يبقى الموشن لما تبقى فيرتيكال اب هيبقى اف اكبر من الام جي، اذا الفورس الاف ماينس ار ماينس ام جي. برضو ده مين؟ ده الريزلتنت فورس اللي هي مسببه الاكسلريشن. يبقى اف ماينس ار ماينس ام جي ايكوال الام اي. هنعوض بالكلام ده هوت ونطلع طبعا الحاجات اللي هو طالب، طالب الاي، طالب بقى الار، طالب الاف، هحسبهم. The direction of the force of the tuber always upwards. خلي بالك لما يبقى عندي تشوبر يبقى دايما الاف فين؟ فوق، ما تنفعش تبقى لتحت. ده معناه لما اشوف الموشن اوف تشوبر او بالون او اير كرافت فيرتيكلي داون ووردز هيبقى برضو الاف فين؟ ابوردز، حتى لو كانت الحركه داون ووردز. يبقى في الفيجر 3 ذا موشن فيرتيكلي داون ووردز. طيب تمام، ده معناه ان احنا عندنا الام جي هيبقى اكبر من الاف، يبقى الاف الاف اصغر من الام جي، او الام جي بيجر ذان الاف. يبقى الايكويشن ام جي ماينس ار ماينس اف ايكوال ام اي. بيأكد عليا الكلام تاني، الدايركشن اوف ذا فورس اوف ذا تشوبر اولويز ابوردز. بيقول لي a balloon of mass 2 ton is descending vertically with uniform acceleration 122.5 cm per second square. Then the force of the air which raises the balloon measured in unit of ton weight is a. انا عاوز ايه؟ عاوز resistant of the air او air resistant. مديني الاختيارات 1.75 ده طبعا بالتون ويت، ولا 1.5 ولا 1.25 ولا 17.15. شوف كده حركه البالون. طيب احنا بنقول ايه؟ البالون نازل فيرتيكال داون، يبقى الام جي ماينس الار ايكوال الام اي. طيب يبقى دي الايكويشن. طيب 2 ملتبلاي 1000 عشان نحولها من طن لكيلو جرام، ملتبلاي 9.8 عشان قلنا لازم تبقى بالابسوليوت يونت، ماينس الار ايكوال ام اي 2 ملتبلاي acceleration هنحولها من سنتيمتر بير سكند سكوير الى متر بير سكند سكوير، هعمل ديفايدد 100. يبقى الار ايكوال حساباتنا 19600 ماينس 2450، يعني هتطلع بالنيوتن كام؟ 17150 نيوتن. طب انا عاوزها بالتون ويت،
طب من نيوتن لويت هقسم على 9.8 ومع ومن كيلو جرام. طبعا النيوتن احنا عارفين ايه، كيلو جرام متر بير سكند سكوير. طب انا عاوز احول من كيلو جرام لتن، هعمل ديفايد 1000، يبقى النمبر ده هنعمل ديفايد 1000 و9.8 عشان نحول الى طن، ومن نيوتن الى ويت كيلو جرام ويت، هتبقى 1.75 طن ويت، اللي هي انسر لترين. ده كده الفيرتيكال موشن في اكتر من اكزامبل داون واب. طب نشوف الايكويشن اوف ذا موشن يوزنج ديفرنشيشن اند انتجريشن اوف ذا ديسبيسمنت could be used in the equation of the motion as well. يعني انا لو عندي هنا، لو عندي حاجه فانكشن في التايم، عندي الاف ايكوال ام اي، عندي دلوقتي اكتر من شكل. احنا الكلام ده بنسميه ايه؟ الفيكتوريال موشن. الفيكتوريال موشن يعني عندي حاجه على شكل فيكتور. اول حاجه لو الفورس از ا فانكشن ان تايم، يعني طب الفورس فانكشن في التايم، يبقى الاي لازم هتبقى دي في على دي تي. لازم احط الاكسلريشن على شكل ايه؟ على شكل فانكشن في التايم. الحاجه الوحيده ان انا عندي الاكسلريشن بتساوي دي في على الدي تي. طب يبقى اذا هنا لما نعوض في الاف هيبقى ايه؟ اف ايكوال ام، وهشيل ايه؟ ونحط الدي في على الدي تي. لما اعمل سيباريشن انفرد، انت قلت لي الاف هتبقى فانكشن في التايم، يبقى ودي الفاكتور بتاع التايم مع الاف، يبقى اف دي تي ايكوال ام في الدي في. اعمل انتجريشن طبعا تي من تي 1 لتي 2 او من 0 لتي، يعني انتجريشن الاف دي تي. الماس كونستنت ماليش دعوه بيها، خلي بالك في كل هذه الحالات لازم الماس تبقى كونستنت. خلاص يبقى في من في 1 ل في 2 او من في نود ل في الانتجريشن الدي في. طيب ده لو كان الفانكشن الفورس فانكشن في التايم. وين ذا فورس فانكشن ان ديسبيسمنت؟ الايه؟ الفورس فانكشن فين؟ في الاكس او الاس. طب الاف ايكوال الام ايه؟ يبقى لازم الايه هنا تتحول لمين؟ في دي في على الدي ايه؟ اكس او على الدي اس، واحنا عارفين الكلام ده كويس. لما يبقى الفيلوسيتي فانكشن في الاكس، يبقى الاي بتبقى في دي في على الدي اكس. يبقى نشيل الاي ونرجعها في دي في على الدي اكس، عشان عندي الاف فانكشن فين؟ في الايه؟ في الاكس. يبقى اف ايكوال ام في دي في على الدي اكس. اعمل ايه؟ سيبريشن فاريبلز. يبقى الاف مع الدي اس، يبقى انتجريشن اف دي اس من اس 1 لاس 2 او من اس نود لاس، ايكوال ام برضه الماس كونستنت. بناكد ان كل الايكويشنز دي الماس لازم تبقى كونستنت. انتجريشن من في 1 لفي 2 الدي في. طيب الحاله اللي بعد كده والاخيره، ذا فورس از فانكشن ان سبيد. يعني ساعات الفورس تبقى فانكشن في السبيد او الفلوستي. في الحاله دي برضو ايه العلاقه؟ ان عندي ال A ايكوال دي في على دي تي. طب اف ايكوال ام اي، فاذا هحط ال A على شكل دي في على دي تي. اذا ال F ايكوال ام في الدي في على دي تي، اعمل سيبريشن فاريبل. يبقى انتجريشن دي تي ايكوال ام برضو كونستان 1 على اف دي في. طبعا الديفن انتجريشن من في 1 لفي 2، وبالنسبه للتايم من تي 1 لتي 2. ده كده الفيكتوريال موشن في اكتر من حاله. نقولهم تاني، كان الفانكشن الفورس فانكشن مره في التايم، ومره فانكشن في الاكس او الاس، ومره فانكشن فين؟ في الفي. نشوفها على كل حاجه من دول اكزامبل. بيقول لي افورس اف ايكوال 3 تي بلس 1. اول ما ببص للفورس هنا، الفورس هنا فيكتور 4، عشان كده دي بنسميها فيكتوريال فورم على شكل فيكتور. يعني فانكشن في التايم، يبقى على طول بفتكر ايه؟ لما تبقى فانكشن في التايم عندي حاجتين اساسيين لازم اخد بالي منهم، ان الماس كونستانت. تاني حاجه ايه؟ ان هحط الاي ايكوال دي في على الدي تي. طب دي ميجر ان نيوتن اكتس ابون اباضي اتريست. اتريست يعني بادئ من في نوت بزيرو اوف ماس 4 كيلو جرام، ادي الماس كونستانت هو ستارتنج اتس موشن ات ذا اوريجن بوينت.
لما الجسم ستارت ات اوريجن بوينت يبقى الاكس نود بكام؟ بزيرو اون ذا ستريت لاين. زين ذا ماجنت اوردر اوف ذا فيلوسيتي ايكوال كام لما تي بتو؟ يبقى انا عاوز الفي المره دي. طيب احنا اتفقنا ايه؟ اف ده ايه؟ ايكوال ام ايه؟ يبقى اذا هحط الايه؟ عباره عن ايه؟ دي في على الدي تي. طيب نشوف، يبقى ام انتجريشن من زيرو لفي، من يعني من في نود اللي هي من دايلر زيرو لفي دي في، ايكوال انتجريشن من 0 تو الاف دي تي. طيب الماس بفور، يبقى 4 في عملت انتجريشن ايكوال انتجريشن من 0 تو 3 تي بلس 1 اللي هي الفورس للداخل. طب يبقى 4 في ايكوال انتجريشن ده عباره عن ايه؟ عن حسبناه على الكالكوليتر ب 8، يبقى ال في 2 ايكوال 2، يبقى اذا الفيلوسيتي ب 2 خلاص، وده الانسر لتر ايه؟ لتر بي. طيب another example بيقول لي a force f equal 3t plus 1، برضه هنا الفورس فانكشن في التايم. على طول الاقي الناس بتقول لي طالما الفورس فانكشن في التايم يبقى الايه؟ ال f equal ma، يبقى ال a equal dv على dt. كلام مظبوط جدا. measured in newton acts upon a body at rest b not board of zero of mass 4 kilogram start gets motion at the origin point on the straight line. عرفنا الكلام ده معناه ايه؟ then the magnitude of the distance is 20 equal to. يبقى انا على المره دي عاوز الديستانت بكام؟ عاوز الاس. هتقول لي ادخل الاس ازاي؟ ما احنا عندنا قلنا في حاجه ثابته، لما تبقى الفورس فانكشن في التايم بنقول الاي دي في على دي تي، ومن الفي ابقى اقدر اجيب الاس. زي ما هنشوف دي الاختيارات اللي عندك 1.5 ولا 2 ولا 4 ولا 2.5. نشوف ادي نفس الايكويشن، انتجريشن ام ام انتجريشن دي في ايكوال انتجريشن اف دي تي. خلي بالك انا ممكن اشتغل يعني استخدم الديفينيت انتجريشن والانديفينيت انتجريشن برضه عادي. هنا استخدمت ايه؟ الانديفينيت انتجريشن، يبقى 4 في ايكوال انتجريشن 3 تي بلس 1. اعمل انتجريشن بقى المره دي، يبقى 4 في طبعا 3 تي بنزود باور ونقسم عليه، يبقى 3 على 2 تي سكوير بلس 1 تي بلس سي. هجيب السي منين؟ هو قال لي البادي ستارت في موشن فروم ريست، يعني لما دي بزيرو كان الفي بزيرو، يبقى السي بزيرو. يبقى اذا هنا عندي الفي نقسم على 4 بقى 3 على 8 تي سكوير بلس كوارتر تي، وقلنا السي بزيرو. طب انا عاوز من الايكويشن دي اجيب الاس لما تي ايكوال تو، الاس بتيجي منين؟ انتجريشن الفي دي تي. يبقى الاس انتجريشن الفي دي تي. هنعمل برضو انتجريشن، يبقى طبعا 3 على 8 تي كيوب مالتبلاي سيرت تبقى هنا على 8 تي كيوب، وبعدين كوارتر تي هتبقى كوارتر تي سكوير في هاف، يبقى هنا على 8 تي سكوير بلس سي. طب هو قال لي البادي ستارت فروم ذا اوريجين بوينت، يعني ايه؟ يعني الاس بزيرو، لما التي بزيرو يبقى السي بزيرو برضه، وبالتالي الاس هتبقى ايكوال 1 على 8 تي كيوب بلس 1 على 8 تي سكوير. طب هو عاوز لما التي ب 2، يبقى هجيب اس 2 هنعوض ب 2، طبعا 2 كيوب ب 8 وعلى 8 ب 1، وبعدين تي سكوير ب 4 على 8 ب هاف، يبقى 1 بلس هاف 1.5. الاجابه هتبقى انسر ليتر اي. نشوف المره دي بقى الفورس فانكشن في حاجه ثانيه. بيقول لي هنا فورس اف اكت اون ا بودي اوف ماس 1 كيلو جرام، برضه بتاكد الماس مالها كونستانت. البادي ده ات ريست، يبقى في نوت بزيرو موفينج ان ستريت لاين ستارت فروم ذا اوريجن بوينت اون ذا ستريت لاين، برضه فروم ذا اوريجن بوينت، يعني ايه؟ يعني الاكس بزيرو. الاف ايكوال 5 اكس بلس 6، يعني ايه بقى؟ يعني هنا الفانكشن الاف فانكشن في الاكس. تمام، الناس طبعا على طول بتقول لي ان طالما الاف فانكشن في الاكس يبقى هشيل الاكس واحط بدلها ايه؟ سوري، هكتب الايه؟ عباره عن في دي في على دي اكس. عشان كده هو قال لي هو الاكس از ذا ديستانس بتوين ذا بودي اند ذا بوينت او ميجرد ان ميتر اند اف ان نيوتن، زين ذا فيلوستي اوف ذا بودي وين اكس ايكوال 4 بكام. يبقى انا عاوز الكلام ده، عاوز اجيب منه الفيلوستي. الاختيارات معايا ايه؟ دوت 2 ولا 8 ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف 8 روت 2 ولا 128. هنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. احنا اتفقنا
ان الاف فانكشن في الاكس. يبقى الفي عباره عن ايه يا مستر؟ عباره عن الاي ايكوال في دي في على دي اكس. وعملت سيبريشن للفاريبل كده، عملت سيبريشن للفاريبل اللي هو ايه؟ وديت الايه؟ الدي اكس مع الاف، يبقى انتجريشن في دي في، عشان الاي قلنا في في الدي في على الدي اكس. وديت الاكس الدي اكس مع الاف، يبقى اذا هنا انتجريشن الفي طبعا الماس في 1 يبقى 1، انتجريشن الفي دي في هاف اي هاف في سكوير ايكوال انتجريشن الاف دي اكس اللي هي 5 اكس بلس 6 دي اكس. نبتدي نعمل خطوه انتجريشن، يبقى هاف في سكوير ايكوال 5 على 2 اكس سكوير بلس 6 اكس بلس سي. هو قال لي ستارت فروم ريست وفروم اوريجن بوينت، يبقى في نوت بزيرو لما الاكس بزيرو يبقى السي بزيرو. يبقى هنا هضرب في 2 عشان اجيب الفي، او قال لي هات في سكوير ان ترمز اوف اكس، يبقى في سكوير ايكوال 5 اكس سكوير بلس 12 اكس. خلاص احنا قلنا سي بزيرو. انا عاوز في سكوير عندي، عاوز الفي اصلا لما التي بكام؟ ب 4. طبعا 5 ملتبلاي 16 ب 80 و12 ملتبلاي 4 48 128، يبقى الفلوستي روت 128 اللي هتبقى بوزيتيف ونيجاتيف 8 روت 2. الانسر ليتر سي. هنا بيقول لي ابادي اوف ماس ام يونتس موفز اندر ذا اكشن اوف ذا 3 كوبلانر فورسز اف ايكوال 2 ام اي ماينس 3 ام جي، والاف 2 ايكوال 5 ام جي ماينس 3 ام اي، ركز في الترتيب، والاف 3 نيجاتيف 2 ام اي بلس ام جي. Where I and J are the two perpendicular unit vector in the plane, find the acceleration vector of the body, then find its magnitude and the direction. السؤال ده يندرج تحت ايه؟ تحت الفيكتوريال فورم، يعني الشكل فيكتور، ولكن ليست فانكشن في حاجه. يعني خلي بالك الاف هنا فيكتور بس كونستانت فورس، لان الام ده اليونت اوف ذا ماس. على طول انا بفتكر الاف بتساوي ايه؟ بتساوي ام اي. يبقى اجيب الريزلتنت فورس الاول اللي هي اف 2 ام اي ماينس 3 ام جي بلس 5 ام جي ماينس 3 ام اي ماينس 2 ام اي بلس ام جي. لما اجمع الاي مع بعضيها 2 ماينس 3 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 3 اي. خدت الام كومن فاكتور واجمع الجي، نيجاتيف 3 بلس 5 يبقى 2، 2 بلس 1 ايكوال 3، يبقى ام في نيجاتيف 3 اي بلس 3 جي. ده كده الفورس على شكل فيكتور. طيب الفيكتور برضو اف ايكوال ام اي. الاف هتبقى بالصوره اللي انا طلعتها ام نيجاتيف 3 اي بلس 3 جي ايكوال ام اي، هنكنسل ام مع ام، يبقى الاي الاكسلريشن نيجاتيف 3 اي بلس 3 جي. هو كان عاوز الاكسلريشن ماجنتيود ودايركشن، يعني هجيب النورم بتاع الهي هتبقى روت 9 بلس 9 يبقى روت 18 او 3 روت 2، ده ماجنتيود. الدايركشن هجيب تان سيتا، السيتا واي على اكس. طب دي الاي هنا في عين اكواد الاي الاكس نيجاتيف والاوبوزيتيف في السكند اكواد، ويبقى التان اقول 180 ماينس 45 يعني 135. ده الاكسلريشن ماجنتيود والدايركشن. طب هنا بيقول لي a body of mass m unit moved under the action of the force F such that its velocity vector after time t interval t is given from the relation v equal v equal c plus v i where i is a unit vector. يبقى هنا ال v in direction east فقط، طيب في direction i يعني. برضه هنا ايه؟ vectorial form يعني على شكل vector. ال v constant صحيح ولا variable؟ لا ده function في التايم، يبقى vector function في التايم. ال i unit vector in the direction of its motion ال a will be are constant given that the initial velocity of the car of the body v node equal 7i and f equal 6mi. find the values of a and b and find the magnitude of the velocity and the acceleration لما t equal 5. ده اللي حاصل قدامي. يبقى انا عندي هنا ال v equal 380 plus b في اتجاه ال i. هجيب ال v initial هو مديهالي ب b، يبقى ال v equal لما احط v 0 خلاص v 0 يعني
في نون، يعني لما التايم بزيرو يبقى 3 بزيرو بلس بي اي يبقى بي اي. طب هو مديها لي ب 7 اي، يبقى بي اي ايكوال 7 اي، مديني انيشال فيلوسيتي ب 7 يبقى البي ب 7. طيب الاكسلريشن هي الدي في على الدي تي، طالما الفي فانكشن في التايم اقدر اجيب دريفتيف، يبقى الاكسلريشن 3 اي اي. طب الفورس اف ايكوال ام ايه؟ ام ايه. يبقى اذا الفورس اللي هي 6 ام اي مديها لي ايكوال 3 اي، 3 ام في 3 اي، يعني هنا هنقسم على ام، ودي كومبوننت اوف اي اوف اي، يبقى 3 اي ايكوال 6 يبقى الاي ب 2. طيب الاي اي ايكوال 3 اي اي، يبقى اذا الاي ايكوال 6، يبقى ده الاكسلريشن. بيقول لي هات لي الفيلوسيتي لما التايم بايه؟ ب 5. الفيلوسيتي كانت عندنا 3، هنعوض بالاي بقى ب 2، وتي ب 5 بلس بي اللي احنا جبناها ب 7، يبقى هتبقى 37 اي. كده جبت الفيلوسيتي وجبت الاكسلريشن وجبت كمان الفاليوز بتاع اي وبي. بيقول لي a body of variable mass moves along a straight line where mass ال m equal to t plus 1. خلي بالك احنا قلنا في بداية الكلام خالص، انا قلت احنا عندي صورتين في قانون نيوتن، امتى؟ لما يبقى الماس كونستانت يبقى اف ايكوال ام ايه، الماس فاريبل يبقى لازم اجيب التشينج في المومنتم على طول. طب هنا الماس 2 تي بلس 1، يعني معناها الماس دي فانكشن في التايم، يعني تشينج في التايم، اند اتس ديسبليسمنت اس ايكوال هاف تي سكوير بلس 3 تي بلس 2 ان دايركشن اي، وير اي از ا يونت فيكتور بارلل تو ذا ستريت لاين اند تي از ذا تايم، فايند ذا فورس اكتنج اون ذا بادي. عاوز الاف. سؤال فيه تريكه طبعا مهمه جدا، ان انا بقول له عندي الاس هاف تي سكوير بلس 3 تي بلس 2، اقدر اجيب الفي دي اكس على الدي تي يبقى تي بلس 3. واوعى تروح تجيب الاكسلريشن، حذاري، انا عندي الماس فاريبل، ما تجيبش الاكسلريشن من الدريفت. امال هعمل ايه؟ ابعد خالص عن ده. احنا هنجيب ان الاتش ايكوال ام في، والتشينج ريت اوف تشينج اوف ذا مومنتم هو الاف. الاول اجيب ال h m v الاثنين فانكشن في التايم، يبقى 2 t بلس 1 في t بلس 3 r. فك البراكتس ونعمل ايه؟ ونجيب ال a 2 t بلس 1 في 3 t 3 بلس 2 بلس t بلس 3، يبقى 2 t في t ب 2 t سكوير، وبعدين 6 t بلس t يبقى 7 t بلس 3. ال h دي بقى لما اقول انا هعمل ايه؟ اعمل ديريفيتيف يديني ال f. يبقى في حالة الماس لما يبقى كونستانت، اوعى تروح تجيب الاكسلريشن وتقول اف ايكوال ام اي، لان هنا الاف هو الريت اوف تشينج اوف ذا مومنت، يبقى دي اتش على دي تي زي ما احنا قلنا، يبقى 4 تي بلس 7، ادي الفورس كده سليمة جدا، الماجنتيود بتاعها 4 تي بلس 7. انا عاوز ايه؟ عاوز اجيب الفورس منين؟ من الايه؟ السؤال لما يبقى الماس فانكشن في التايم. لو اداني طبعا هات الفورس لما تجيب كذا بحسبها. وبكده اتكلمنا على الموشن على هورزنتال بلين، واتكلمنا على الموشن على سموث بلين، واتكلمنا كمان على الفيكتوريال فورم والفيرتيكال موشن. وبكده احنا وصلنا لنهايه السيشن بتاعنا النهارده. في نهاية لقاء أنا بشكر باسمكم فريق العمل في الإدارة العامة للمحتوى التعليمي، بشكركم إلى أن ألقاكم، تحياتي لكم جميعا.